جدل وأخذ ورد، ندوات وآراء ولم يجف حبر كتابتها بعد، هكذا يبدو المشهد أزاء موازنة 2021 التي تأتي بظل ظروف اقتصادية معقدة. مراقبون يرون قلق الشارع منطقيا وعقد ندوات تطالب بضمان الحقوق فيها صحية. هذا الجدل احنا نعتبره صحي، يمكن بعض السادة المسؤولين انتقدوا تسرب قانون الموازنة. احنا كقطاع خاص وك فئة متضررة انه استبشرنا خير بهاي المناقشة هاي المسودة، لانه اظهرت لنا الخفايا والقرارات اللي درست خارج القطاع الخاص. اليوم المقاول لديه مشروع، المشروع يحتوي على مواد استيرادية، مواد تدخل كلها من الخارج، نتعامل مع الدولار، هذه المواد سوف ترتفع وبالتالي تكون الخسارة فادحة على المقاول العراقي. الموازنة بأغلبها تبدو تشغيلية تستهدف سد رواتب ونفقات الدولة، وما يتبقى هو هامش بسيط للخطة الاستثمارية وتسديد مستحقات لمشاريع استراتيجية متوقفة. هناك مبالغ مخصصة إلى المشاريع المتلكئة واللي هي مستمرة أيضا موجودة، كثير يعني من المشاريع قسم من الإيرادات ويغطوها من خلال القروض سواء كان قرض داخلي أو خارجي. نحن مع الحكومة لكن في حفظ حقوقنا وأموالنا الموجودة في المشاريع المحالة والتي لم يتم دفع مستحقتها منذ عام 2014 ولغاية الآن. المحافظات التي تعجب المشاريع المتلكئة تبدو متفائلة، في حين لا يعول الاقتصاديون والمراقبون وشريحة المقاولين كثيرا على موازنة تبدو من أكثر موازنات العراق جدلا وتحديات. المواطن الذي كان لا يعير أهمية لجزئيات الموازنات تاركا أمرها لممثليه في البرلمان، وجد نفسه مجبرا على متابعة أدق تفاصيلها فيما تنفست مشاريع قاربت على الاندثار أصعد وهي تقترب من حسمها وإنجازها. من بغداد، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية.